السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ النهاردة يوم جديد من يوميات بوسي. يومنا النهاردة عيد ميلاد ياسين، جبت لكم جزء كده منه. انا مصوراه بقالي حوالي اسبوع كده او اسبوعين، كان عيد ميلاده بس ما نزلتوش، فانا بقالي في التليفون، حبيت انزل لكم مقطع منه كده. دي الحاجات اللي انا عملتها له في البيت، بس بابا جاب له التورتاية دي، انا اللي عملت له البسبوسة والجلاش والكيكة. النهاردة عيد ميلاد ياسين هيتم 5 سنين، والنهاردة بنعمل له عيد ميلاد. كلنا نقول يا ياسين كل سنة وانت طيب، هيتم 5 كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب يا ياسين. طيب. يلا. انا طبعا ما عرفتش حد خالص في عيد ميلاد ده، لان ما كنتش ناوي اساسا اعمل له عيد ميلاد، بس هو لما عرف ان عيد ميلاده هو اللي صمم وهو اللي قال انا عايز اعمل عيد ميلاد. ما كنتش هعمل له عيد ميلاد خالص وما عزمتش حد خالص، لان كان عندنا ظروف وكده، فانا عملت له الحاجات دي في البيت، وبابا جاب له مش جنب بعض يا حبيبتي، وبس انت جابت له الحاجه الساعه والبالونات من تحت، وعملنا له كده عيد ميلاد صغير فرحنا بيه. كان يوم حلو جدا، هتشوفوا بقى ياسين وهو بيرقص جميل جدا. حبيت اوريكم بس اجزاء من عيد ميلاد ياسين، يا رب الفيديو يعجبكم. يلا يا سينا يلا. ويرقص الزر. سقفوله. سينا. والله يرقص جميل. خلاص. شيلهم بقى من على وشه. كله لا هو يدفي كله مش قادر تنفخ. وبعدين بقى انا فتحت لهم التورته وبدات اقطعها لهم. انا سرعت لكم المقطع ده عشان المقطع ده طويل شويه، فانا سرعته. ياسين بقى هو اللي حابب يقطع التورته بايده. طبعا الحاج سايح الشوكولاته خالص اللي كانت على وش التورته اول الفيديو، مش خالص ازاي، كان الجو حر جدا. فين السكينه؟ السكينه فين؟ ادي ياسين بيقطع، وانا الجزء اللي هيقطعه ياسين هو اللي هحطه، ولا هحطه في الطبق بتاعه. هو اللي شرط عليا، قال انا هقطع بتاعته، فطلعت القطع بتاعته كبيره، هو اللي مقطعها بايده. طبعا الجلاس والبسبوسه والكيك اللي انا عملته طبعا ما حدش كل منه خالص، ما كانوا تورته بس، بسبب كل الحاجات اللي انا عاملاها بقى ما حدش كل منه خالص غير بعد ما خلصوا التورته والجاتوه الاول. بس كانت حفله بسيطه كده صغيره على قدنا. يا رب الفيديو يعجبكم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الشير واللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا ياسين.